شيف بدرس، ايش رايك في الافكار اللي قدمها شيفس في ده الاختبار؟ كثير مبسوط لانه شفت انه الطعمات ميدل ايسترن، اشتغلتوها مع الخبز واستعملتوها بالمالح وبالحلو. طب ومين هم اللي ما كانت ابتكاراتهم بالمستوى المطلوب؟ اضعف 3 اطباق من تقديم شيف سامر، شيف عبد الرحمن، وشيف طاهر. شيف سامر اللحماجين كان something missing، كان بدها شيء. شيف عبد الرحمن feeling كان كتير، كمان على البليت كان بدنا شيء غير. شيف داغر رح اروح على البيت على اوروبا وما افهم شو صار بدني. طب ومين اللي ابهروك بالافكار اللي قدموها؟ افضل ثلاثه كانوا شيف تعالى، شيف محمد عفيفي، شيف مجد. شفت هلا العجينه كان بيرفكت، وحده كان فرايد، وحده كان بيك، كان سيمبل بس الطعمه كان هاي، هيدا حبيتها. شفت محمد عفيفي ما استعمل كثير من العجين، بس اوقات واحد مش لازم يستعمل كثير حتى يصير كومبليت البلت كثير طيب. شفت مجدة عرفنا ليش الخبز كان شوي تحت لانه كانت حاميه، بس حبيت التكستشر تبع الباشن فروت كانت كريسبي والخبزه كانت سوفت، يعني واحد فيه يلعب مع التكستشر وبتعطي كثير. طب شيف بدرس ممكن تعلن عن الاسم الرابح بهذا الاختبار؟ الرابح اليوم هو او هي شيف طالع. اخيرا فزت بشيء وحصل حصانه، شيء وايد مهم. الف مبروك شيف طالع. شكرا. استاهلتي بجدار الحصانه.